علم وعطاء ومرتبة لا يصلها إلا من خاض غمار العلم ومشاقه وسهر الليالي. قامت تربية حضرموت الحفل التكريمي لأوائل محافظة حضرموت في المرحلة الثانوية وسط حضور بهيج للقيادات المحلية وأهالي وذوي المكرمين الأوائل. تنافسوا في ميادين العلم حتى انحنت لهم القبعات وصفقت لهم الأيادي تقديرا لهم ولما حققوه من إنجاز، وأقيم على شرفهم حفل بهيج. نحمد الله على كل شيء، على هذه الفرحة وعلى هذا الإنجاز المسبوق، فوجه بالشكر خالصا أولا لله عز وجل، ثم للجهود المبذولة التي بذلت من مكتب وزارة التربية والتعليم وإدارة الثانوية، إدارة ثانوية المكلة النموذجية. ولا أنسى كل خالص الشكر لوالدي لكل ما قدماه لي. فرحتي اليوم جدا كبيرة بهذا المنصب والحمد لله. الدراسة كانت صعبة بس الحمد لله تجاوزنا الصعاب وحققنا المراكز الأولى ووصلنا إلى القمة. شكرا. تنوعت فقرات الحفل بين فقرات فنية ألقاها الطلاب وربوتاج عن حياتهم العلمية إلى جانب كلمة للسلطة المحلية وإدارة تربية حضرموت الساحل. وسام شرف اعتنقه هؤلاء الطلاب وبصمة لهم في حياتهم العملية والعلمية وفرحة عامرة لأهاليهم ومحبيهم آملين بأن تزخر حضرموت بمثل هؤلاء الأبطال. عماد العامري لقناة سهيل الفضائية من المكلا.